شوف هاي خيطان يعني ماك اند تشيز هو الصح. ايوه هاي بوب كورن من نبيل فخامه هاي موجود عندي في طنجره من السافلون تيتانيوم. راح ابدا باضافه الزبده. بسم الله يا سلام جميل. شو اسمه هذا الصوت؟ صوت تشتشت الزبده. لا اسمه الأزيز. الأزيز هذا اسمه الأزيز يا صديقي. الأزيز للبصل؟ لا أزيز الزبدة هاي. أزيز حماتي. نرفع الهوب. استنى 30 ثانية حتى نشم ريحة الطحين. انطبخت مع الزبدة جيدا. عندي حليب بارد وبنزل شوي شوي ومنحرك. نضيف ملح على هالصوص. وأهم شيء ربع ملعقة من جوز الطيب. الله عليك. هاي راح تضبط النكهة. إذا عندكم فلفل أبيض أحسن، بس أنا عندي فلفل أسود بحسه أطيب. وأنا أشهد. في عندي هون معكرونة أكواع من الغزال. يا سلام مسلوق وجاهز. راح نضيفه مع البشار والجبنة على وين؟ على ماك أند تشيز بشار الدجاج من نبيل. الآن ماك اند تشيز الكثير من الجبنه. راح يكون في وجه، في جبنه على الوجه، في جبنه بالصوص. كو قلبكم. هيو ما بديش اخلي ولا حبه جبنه زياده. ها ما فيش، يقول ما فيش حدا يقعد يتلقمط. لا 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 ما في الدنيا صيام. ما في. ايوه ابو طه هسه بدي اياكم لما انتم تسحبوا الملعقه بشار الدجاج من نبيل مع باستا الغزال بدي اياه يصير زي الخيطان تمط هيك. هي ايوه انزل 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 يا عيني عليك. طلع يا عيني عليك. الله هسه فرن إلبا، فرن ابو السوار الفخم على حراره 180 وجاهز. يلا لحظه شوي ابو طه. استنى يا ابو طه، انزل يا ابو طه. روح امسك شوي يا ابو طه، امسك. روح هاي الباستا بشار الدجاج من نبيل اللي ما له بديل. على فكره يا اخوان في عندنا شاورما لحمه، شاورما دجاج، في عندنا فيلي دجاج حار، كله راح تسويه. في عندنا راح اعمل لكم كفته، راح اعمل لكم كباب، شيء على كيفكم. في رز، في كبه حامض، في كبه عاديه، السمبوسكات مليان خيرات. الله مليان والله خيرات. على طول بتنزل ابو عون كونك لابس. هسه بشيلها يلا انت كرمت. هسه بشيلها بس خلوني افرد. ماك اند تشيز من بشار الدجاج من نبيل. بدنا كيلو بشار دجاج من نبيل، باكيت باستا مسلوق راح تكون اليوم باستا من الغزال، 4 كوب حليب، 4 ملعقة من الزبدة، وبدنا طحين، الطحين راح يكون من الغزال. الله يرضى عليك يا رب. لا خلينا هون احسن لنا احنا. ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب، وكوبين ونصف الكوب جبنة مبروشة، ملح وفلفل.